بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلابي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم وصلنا إلى الحلقة أو الجزء من سيشيوات المسلسل، الجزء قبل الأخير من محاضرات موديول ميكانيزم أوف ديزيز. اليوم راح نتكلم عن النيوبليجيا الجزء الثالث. أوكي، واحد يقول هالشي هذا رقم 2 هنا قدامنا. أريد أذكركم في شيء حتى نربط الأحداث ونطلق. إحنا حكينا على النيوبليجيا، صحيح ومو صحيح حكينا. الجزء الأول حكينا عن أشياء متعددة، وحكينا عن فد مصطلح اسمه الميتاستيسيس والإنفيشن، مو صح؟ حكيناها قليل، خل أرجع لك عليها. الميتاستيسيس والإنفيشن هاي إنسايت ومالجنسي حكينا عنها، حكينا عن حالات ما جت الظهر قدامي. المهم يعني حكينا شلون يتم الانتقال الميتاستيسيس اللي هي من مميزات الخلايا السرطانية. بجزء الثاني كان شوي حكينا عنها بالتفصيل وسوينا رسومات توضيحية وإلى آخره من الأمور. هم راح نرجع هسه مرة ثانية نشوف هاي الميتاستيسيس والانجيوجينيسيس وإلى آخره. بالجزء الثالث راح نحكي عن فشي بتفصيل هم ذكرناه بالجزء الأول. شوف الجزء الأول أشياء مهم حكينا، إذا تتذكرون حكينا شو حتى كتبت لك عليها مهمة. أربع تارجت جينيتيك أساسية هي راح تكون محور حديثنا بصورة تفصيلية. إحنا يمكن حكينا أصلا حتى ما حكينا، بس مجرد تفصيلات قليلة وذكر أسامي. بهاي المحاضرة الثالثة إن شاء الله راح ندخل بها تفصيليا. أوكي، فالمحاضرة الجزء الثالث من النيوبليجيا راح تكون شوية مايلة إلى الام جي دي، اللي هو إذا طلاب غير كليات اللي هو المولكيولار جينيتيك ديزي والديزيز. يعني راح نحكي شوي عن الكروموسومات، الجينز، الجينوم، أكثر شيء يعني على الكروموسومات والدي إن إيه. الميوتيشن هم راح نرجع عليها، تمام؟ راح نحاول يعني نحكيها شلون ما بطريقة يعني بسيطة ما بها أي تعقيد. طبعا الثالث والرابع دكتورة إيمان هي كانت يعني المسؤولة عن هاي المحاضرة. الأول جزئين كانت دكتورة صفا. هنا كبداية راح يحكون عن الإبيديمولوجي مال كانسر. بالنسبة للإبيديمولوجي مال كانسر فهو ما بيفد أشياء يعني هواي، إن الإبيديمولوجي يعني شنو؟ علم الإحصاء، علم التوزيعية، أخذناها بالهيلث أند ديزيز، علم كامل إبيديمولوجي. أوكي، فبالنسبة هنا راح ناخذ شوي على الكانسر. شوف الكانسر help us to know what about the origin of cancer. من تجي انت تربط ان هذا الاشخاص صار عندهم كانسر بسبب، ونرجع لحياتهم شنو كانوا يسوون الى اخره من الامور. فهي ما دكتورة ما دخلت هيك تفصيلية بهاي المعلومة، افضل يعني ما نحتاجها. مثلا شافوا السيجرت سموكينج يعني يدخنون، اكو احتمالية كلش عالية انه شنو يؤدي يحصل الى اللنج كانسر. الجماعة اللي يأكلون أشياء بها فات دهون عالية وكذلك فايبر، مو فايبر عالي، فايبر ديفيشنسي يعني ما يأكلون فايبر، ممكن يصير عندهم كولون كانسر. وهاي مثلا وين لاحظناها بها بلدان ويسترن وورلد وأفريقيا. أوكي، بالنسبة إلى كانسر is a disorder of cell growth and behavior. هاي شيء صار قديم عندنا كانسر، إن الجروث يكون غير منظم وغير صحيح، والبيهيفير يكون البيهيفير مالته إنه يسوي ميتاستاسيس وإلى آخره. فهاي شلون صار عندك؟ من يصير عندك في المشاكل على مستوى السيلولار اللي هو مستوى الخلية مالتك، والموليكيولار يعني شنو بداخله، جينوم وإلى آخره من السوالف دي ان اي، فمن يجتمعن يصير عندك كانسر. الكازز اوف كانسر كان بي اوبتيند باي ابيديولوجيك ستديز، يعني الاسباب لحصول الكانسر شافوها عن طريق علم الابيديولوجي، اللي هو منها انفايرمنتال انفلوينس، يعني اشياء لها علاقه الانفايرمنت، يعني البيئة مالته، البيئة ملوثة بها اشاعات الى اخره. الريزل يعني مثلا اذا شافوه يعني possible heredity يعني وراثة ورث من الاباء الى اخره. الكلتشر ممكن، الكلتشر يعني الثقافة، اكو ناس يعني يستعملوا يسوون اساس من منبع ثقافي انه يسوي اشياء الى اخره من الامور، وهي غلط ممكن تسبب له كانسر. إذا هذا كان عبارة عن ابيديولوجي. هسه نجي إلى الليرنينج اوبجكتيف الثاني شوي، إذا لاحظتوا راح تلاحظون يعني لايد، أنا راح أظل هيك أسوي أروح وأرجع حتى لا تتيهون. شوي عدلت على المحاضرات، يعني ما جبت كلام من يمين ولا حذفت كلام، مجرد يعني شلون كلام كان سطر وسطر سطر قسمته، مثلا هذا اسمه أسباب، هاي تعريف، هاي هيك إلى آخره، يعني أحس أفضل شوي يكون. فنرجع إلى
الى النيوبلازم. هذا هو شوفه دا مكتوب عندك بهالطريقه، ان يقول لك الاشياء المولكيولار بيسز، يعني الدي ان اي وهاي سوالفه شلون هو كقاع شلون ادى لك الى حصول الكانسر. فهنا راح نشوفها بهالطريقه احلى. كأوفر فيو يقول لك جينيتيك اوريجين اوف كانسر ار كومبلكس، بس يعني يقول لك اسباب الكانسر من ناحيه الجينات هي شوي معقده، لكن لاحظوا يعني العلماء وشافوا ان جينومك ثيمز هاف ايمرج ار ريفيلت، يعني من ناحيه الجينات اذا تتذكرون اكو شيء اسمه الاليلات والى اخره من الامور، لاحظوا ان هي اكثر شيء افري كانسر صاير بها مشكله، فظلوا يربطون يقولون كل كانسر اكو مشكله بالجينات والسوالف هاي، فاكثر شيء قاموا يركزون عليها. اوكي، اذا تتذكرون حكينا بالجزء الاول كلش عن نون ليثال جينيتك دامج، قلت لك عندك فالدي ان اي عندك الى اخره من الاشياء متعلقه به يصير في الدامج معين، اجت ماده كيميائيه اشعاع اثر عليه، بس ما يفلش كلش ويسبب لها موت الخليه، لا يفلش على النص كانه سواها زومبي، فهاي يسموه نون ليثال يعني. وهذا هو يعني شلون نقول محور الاساسي او الكور مال كارسينوجينيسيس. كارسينوجينيسيس جينيسيس يعني تكوين، كارسينو يعني كانسر. فيعني يقول لك هاي السبب اللي هو نون ليثال جينيتك دامج هو اساس حصول الكارسينوجينيسيس بالاضافه الى اسباب اخرى. شلون ممكن يصير عندك هذا الدامج بالدي ان اي وهالسوالف؟ يقول لك اما فيروسات حكيناها قبل، كيميكلز ممكن يعني وراثه من الاباء، او يجي هيك شيء لا على التعيين، مثلا واحد قاعد فجاه صارت عنده فالطفره وراثيه، وهذا شنو نسميه باد لك، يعني واحد خطيه يكون حظه سيء ف رأسة صارت الـ mutation طفرة وراثية ممكن تؤدي إلى حصول أو تسوي له إلى حصول كانسر. تمام، بالنسبة للسبب الثاني مثلا clonal expansion أو شنو جاي يحكي، يقول لك tumor is formed by clonal expansion. شنو يعني clonal expansion؟ يعني ماخذين فكرة احنا مالت، احنا قلنا عندنا خلية خلية بصف خلية هاي صارت بيها مشكلة، أوكي، فشنو تظل تكبر بواحدة وتتضاعف وتصير عندك خلية وخلية وخلية وتصير عندك عدة خلايا كلهن يشبهن منو؟ الخلية أم المشكلة الأساسية. فأوقف فشوف of single precursor اللي هي هاي الأساسية that has incurred genetic damage، يعني صار بيها genetic damage وذن كلهن راح يستنسخن من عندها هذا الدامج فصار مليلنت مثلها. Hence وبالتالي tumors are cloner مستنسخة، يعني ذن الشان الجو كل مستنسخات من البريكورسر الأصلية. أوكي، heritability of genetic ممكن يعني تكون عن طريق وراثيا، يعني يقول لك الدي ان اي التغيرات بالدي ان اي تكون heritable، يعني ممكن تنتقل من شخص يعني من الاب والام من يتزوجون الى الابناء. اوكي، being passed to daughter cells تنتقل الى خلايا الابناء. Therefore all tumor cells share the same set of mutation، يعني انت هسه عند حاليا يعني اذا ناخذ مثلا هاي خليه مثلا خلي شوي نزغر الخط، عندك صارت فد مشكله بهذه الخليه، اوكي، وهذه الخلية صارت بها مشكلة، فرضا انت صارت عندك بهذا الجزء فد مشكلة، اوكي، فهي من تجي هنا راح تتضاعف. اوكي، فنرجع هنا فانت لاحظ لي ايش بيها، سوري فهنا تلاحظ ان كلهن انتقلتن هاي المشكله شوفين الى الخلايا هيرتبل. اوكي، such mutation can occur in point mutation or chromosomal translocation، وذكر هنا مجرد شيء اسلوب عابر لانها موجود بال ام جي دي. point mutation يعني بالكروماتيدات صايره في mutation، او كروموسوم هو نفس الكروموسوم صاير بيه مشكله بحيث صار translocation، يعني نقل في الجزء من عنده انتقل الى جزء ثاني، يعني ما اريد ندخل تفاصيل هذا، ما لا مو يعني محور اهتمامنا حاليا. Four classes راح نرجع شوفنا عم نسألنا عليهن: growth promoting proto oncogenes, growth inhibiting tumor suppressor genes, genes that regulate programmed cell death, وgenes involved in شنو in DNA repair. Principal target for cancer causing mutations. خل نسولف عليها شوية. لا ضير يقول لك من شوية نسولف. اسمع. عندك هذي خلية. اوكي، تريد تضاعف، اوكي، انا يعني المفروض اضاعف، يعني خلينا نشوف ما تضاعف عندي بالطبيعي يعني مو، فاكو بروتين او جين عفوا اسمه بروتو اونكوجينز، هذا البروتين شنو يجي للخليه شي يقول لها ضعفي. اوكي، فهاي تضاعف الخلية وصير عندك خلية. اوكي،
أبنائها راح يشوفوها أكيد يعني. أستاذي العزيز صارت عنده خليتين مشالها. تمام تمام. هذا منو قال لها هن يسوون بروتو أونكوجينز، يعني قال يسوون دايف ديفيجن انقسمن كبريا خديه الى اخره. يعتبر مثل السياره اللي عندك انت هسه حاليا، هيك سياره سياره، هذه سياره ودوس بنزين. اوكي بنزين بنزين زين. سياره هم لازم بيها بريك مو صح؟ هذا البريك شنو شو نسميه؟ تيومر سبرسر، نسميه تيومر سبرسر جين. هذا شوف اسمه growth inhibiting، يعني يمنع الgrowth tumor suppressor genes، بحيث هاي الخلية من تريد تتضاعف احنا دايسين هذا البريك بحيث هنا ما يصير عندك اي تضاعف او تكبر الخلية. genes that regulate programmed cell death، بالنسبة الى هذا الرقم 3، هذا يعني انت خلية صارت عندك فجأة جاي يصير تضاعف، جاي يصير بالمادة الوراثية تنتقل وينها، مثلا هاي المادة الوراثية مو هسه صارت عندك هاي فد مشكلة بيها، يجي هذا مثلا. طبعا احنا جاينا نقول الاسم العام مالتين، اكو جواهم تنطبق عدة جينات منها مثلا بي 53 العفو اللي كلش مهم حكينا عنها قبل، وهسه راح نحكي مرة ثانية عليه بالسلايدات. فهاي من تنتقل الى جين او تنتقل الى خلية هذه او الى قبل لا تصير عملية الانقسام، يجي يقول الخلية اول شيء يقول دوسي البريك اللي هو growth inhibiting tumor suppressor، هذا ثاني واحد نحكينا، ويجي يقعد يشوف المشكلة. اذا تصلح يلا يقول انقسم، اذا شافها ما تصلح يقول الخلية سوي عملية apoptosis. كتلي نفسك شوفها يقلها كتلي نفسك. واكو جينز انفولفد ان دي ان اي ريبير، يعني مو هذا سجل لها نشوفها يصلح له، لا من يصلحها هو هذا الجين الرابع ان دي ان اي ريبير. لازم تنتبه على شغله، مثلا هسه انا هذا شيء قل الخليه قل لها داس بنزين سوي ديفيجن مثلا انقسام، اذا صارت بيه مشكله يعني او ابنورمالتي فشنو يظل يسوي؟ يسموها جين اوف فانكشن، يعني gain of function، يعني بحيث هذه الخلية أو هذا الجين العفو يظل يقول ظل دايس البنزين حرفيا، رجلة ما تصعد من البنزين، يظل تدوس بنزين تنقسم تنقسم. أما الـ growth inhibiting هذا شنو شغلته؟ يقول لها توقفي، يقول لها توقفي لا تسوي. من أصل بي abnormality يعني كأنه جاي انكسر عندك البريك، فأنت من انكسر عندك البريك بعد السيارة توقف ما توقف ظل تمشي، فهم راح يؤدي إلى شنو؟ استمرارية الانقسام والكبر. ولهذا نقول إحنا غير مسيطر على الانقسام. الابوبتوسيس هذا مثلا إذا أكو مشكلة، ماكو مشكله صارت دي ان اي بي مشكله، ما صار بي يقول لك ما لي علاقه تستمر، ودي ان اي بي ماكو دي ان اي بي ولا راح يصير دي ان اي بي ولا الى اخره. هسه اخذنا الصوره العامه اللي هي راح نفتهمها وكل شيء يا كافي، هسه راح نحكي عنها بسرعه. هسه هذا البروتونكوجين اللي هو تونا حكينا عنه، طبعا هذا البروتونكوجين من يصير بي فد من يصير عنده فد مشكله، يعني هسه انا عندي هذا البروتونكوجين مو صح، شنو شغلته قلنا يعني مثل البنزين الخلية تستمر تنقسم إلى آخره. من يصير بي طفرة وراثية ميوتيشن نسميها أو أبنورمالتي، راح يصير في جين آخر شنو اسمه؟ أحذف كلمة بروتو نسميه أونكوجين. تمام؟ إذا شوف generally cause an increase in normal function، يعني gain of function هاي مستقلة تظل يعني تستمر، ظل دايس بنزين بنزين يظل مستمر عندك بنزين. In gene product in, or completely new function of the affected gene product is oncogene. يعني من يصير عندك فد mutation، هي جملة تابعة إلى هذا يعني صايرة شوي خربطة. Mutation in that activate، من يصير عندك طفرة وراثية تفعل هذا البروتو أونكوجين، راح يظل يستمر دايس بنزين وممكن ينتج لك اللي هو البرودكت جديد، الجين اللي هو المتأثر صارت به mutation شو نسميه أونكوجين، بس حذفنا كلمة بروتو. أوكي because this mutation causes gain of function، شوف هاي مرة ثانية هاي قدامك gain of function despite the presence of normal copy the same dominant fashion. يعني هنا الجملة يعني يقول لك الرغم يعني مثلا هو انت من يصير عندك طفرة وراثية حتى تظهر على الشخص عندك مثلا أليلين، لازم هذا الألين ينضرب وهذا الألين ينضرب مثلا اثنينات المهسة اثنينات ينضربن يلا تظهر الصفة الوراثية على هذا المريض، فشو نسميه هنا recessive. اوكي recessive، بس اذا انضرب بس واحد بس واحد هذا طبيعي بقى طبيعي، بس هذا انضرب وظهرت عليك فنسميه دومينانت. فتخلي ببالك البروتو أونكوجين يعتبر دومينانت، يعني اي ضربه واحده بي تؤدي الى حصول الجيم فانكشن وتصير عندك يظل ينقسم ينقسم ينقسم، فلهذا هو خطر يعتبر. يعني بالنسبه لتيومر سبرسر لا، هذا يعتبر ريسيسيف. اوكي يعني لازم اثنيناتهم يضربن يلا تصير شوف لوز اوف فانكشن، يعني كانك تخرب البريك بعد ما توقف السياره ظل تستمر. و in most instance both alleles، شوف الاليلات اثنيناتهم ينضربن
يلا يبدي يصير بي ترانسفورميشن، يعني هو شنو ريسيسيف فاشن. هذا بالنسبة للتيومر الثاني. بالنسبة للثالث، ها شوف هسه احنا كملنا الاول، كملنا الثاني، هسه وصلنا للثالث. ما ادري القلم الاحمر ما ادري خلي الازرق ياشر بي. بالنسبة للابوبتوس قلت لك هذا شوف ابنورماليتي راح يصير موت قليل. ليش؟ لان هو شغلته شنو يشوف صارت مشكلة، اذا صلحت استمري، اذا ما صلحت موتي. فانت اذا خرب بعد ما يشتغل، وطبعا هنا يعتبر الجارديان يعتبر الحارس مال الخلية، يعني يحميها، لان اذا صارت بها مشكلة يحمي الخلية ويحمي الجسم كله منها، لان اذا ما موتها وهي بها مشكلة، فهاي المشكلة راح تنتقل الى الابناء مالتها، ومن تنتقل راح تنتقل الانسان تظهر عليه كانسر. اوكي، فهي تحمي، فهي من ما موجود مثلا صار بي ابنورمالتي، صارت بي مشكله، بعد ماكو وفيات ما راح تموت، راح تستمر تنقسم، فنسمي لاز ديث. Therefore enhanced survival of the cells، يعني الخلايا تظل عايشه. These abnormalities include gain of function. شوف gain of function، فانت صار عندك gain of function، يعني من راح يستمر بوظيفته؟ ابو الابوبتوسيس وجماعه الاونكوجين، هذا راح يسبب لوز اوف فانكشن ان جين او برودكتس سبرسز ابوبتوسيس اند لوز اوف فانكشن ان جين او برودكتس بروموت سيل ديث. يعني يقول لك راح تفقد الوظيفة بالجينات، يا جينات اللي تقول الخلية موتي، فانت اذا الجينات اللي تقول الخلية موتي بعد ما يشتغل نشوف لوز اوف فانكشن، فاكيد راح تستمر عايشة الخلية. كارسينوجينز اكيوميليشن اوف كومبلمنتري ميوتيشن ستيب وايز فاشن اوفر تايم، يعني صار يقول لك الكارسينوجينز من يتكون لازم كل ساعة صايرة طفرة وراثية، كل ساعة بمكان صايرة طفرة وراثية، فيصير تجمع بيناتين هذين الطفرات الوراثية ويصير مشكلة. شوف يعني هسه هنا من عندك هسه مثلا هذا خلينا نقول اليل، هذا الالين ولو كان يمكن كروموسوم مثلا، فصار هسه شوف هذا نورمال باع، فمثلا صار انطى هذا تيومر سبرا، صار اللي هو البريك، داس بريك، وقفت السياره قبل لا توصل اشاره الستوب، هذا البريك هسه الثاني واحد مو البروتون كجين، لا جوا شنو وقفت السياره. اذا واحد من عندنا انضرب، احنا مو قلنا ريسيسيف يعني لازم اثنينات ينضربون، بس هذا يشتغل يعني كانه عندك البريك يشتغل على النص، فوقف لحق يوقف بس عبر اشاره السين ما ضرب الحائط. اذا اثنينات انضربت نسميها سكند كنوك اوت، يعني نسميها تو هيتس. اوكي هاي راح ناخذها المفردة هسه، تو هيتس يعني لازم ضربتي نصير يلا بعد هاي بعد البريك خرب، ومن خراب شو راح يسوي؟ راح يدعم بالحائط وتتفلش. الفكره صارت واضحه. بروتو اونكوجين يقول شنو يزيد، يقول للخليه يلا اريد يصير سيل جروث، كبري يلا كبري يلا انقسمي. تيومر سبريسر يقول لها لا قللي الجروث والبروليفيرش، هاي بالحاله الطبيعيه. حالة الكانسر لا، هذا قلنا راح يصير بيه شنو gain of function، يعني البنزين انت كأنك صبعك رجلك حاطة على البنزين ما تشيله، فراح يظل يصير بيه عندك cell growth and proliferation، وهذا تيومر سبريسر البريك خرب ما يصلح، فهذا خطه ينعطل يعني ماكو شيء، فانت هسه منو بس يشتغل عندك هذا قلها كبري كبري، فهذا منو من صفات الكبري malignant سرطان الخبيث. هاي كلمة complementary mutation، شوف يعني كل ساعة صاير mutation 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 إلى أن صار عندك جين involved in DNA repair. قلت لك إذا صارت عندك DNA repair إذا صلحها فترجع stable، إذا صارت مشكلة أو ما صلحها على يعني صلحها على النص فصير عندك مشكلة، وهاي تنتقل إلى الأبناء heredity وراثة أو genetic divergence. أوكي بالنسبة إلى learning objective الثالث understanding of oncogenes، يعني الأونكوجين راح نحكي مرة ثانية عنه. هسه احنا مساقين البروتو اونكوجين قلنا شنو عباره عن بنزين يخلي السياره صارت بيه مشكله نسميه اونكوجين، صحيح لو غلط؟ صحيح. ايه زين استاذ ويا راح ناخذ كتعريفه انه هو اونكوجينز ار جينز ذات بروموت اوتونوموس سيل جروث، اوتونوموس يعني غير مسيطر مستقل، يعني تكبر خليه بصوره مستقله ما حد يقضى، يعني بالكانسر. ذير اني ميوتيتد سيلر بارت ار نون از، يعني جزء هل ما صاير بيه ميوتيشن من وهي من جايه من البروتو اونكوجين، بس من صار بيه ميوتيشن طفرة سميناه أونكوجينز. إذا فهمنا هذا أول شيء كتعريف. ميوتيشن and creation of أونكوجينز، شلون صارت طفرة وتكونت الأونكوجينز؟ يقول created by mutation وين بروتو أونكوجين، هو البروتو أونكوجين من صار في طفرة صار عندك أونكوجين، بس نحذف كلمة بروتو. زين they encode يعني يشفرن وإلى آخره proteins that called oncoproteins، عفوا oncoproteins that have ability to promote cell، يعني هن الأونكوجينز على نفد بروتين، بروتينات معينة هم مسميها أونكوبروتينز، العفو أونكوبروتين هو شو اسمه أونكوجين، هذا شنو اسمه أونكوبروتين، ليش أونكو؟ لأن هو الأونكوجين فعل هذا الأونكوبروتين، هذا شو يسوي الأونكوبروتين؟ يخلي الخلية تكبر، قلها كبري، قلها كبري أريد تكبر وتنقسم. زين in the absence of normal growth promoting، يعني حتى لو الجسم حاول يوقفها وقطع الجروث فاكتورز، ذن احنا قلنا جروث فاكتور الخليه تكبر وتفيدك بالهيموستاسيس والريبير والى اخره، اذا وقفن
او ما اشتغلن يعني بحس جسم يعني يخلي التيومر ما يحصل يعني شلون نقول يجوعها، او انا كطبيب يعني احاول اخلي الجسم ما يكون شو اسمه جروث فاكتورز، فهو اصلا ولا له علاقه يقول هاك روح اكله شو اسوي جروث فاكتور اروح اغذي لك، انا ما انا بكيفي عندي بروتينات اكلها اشفرها بحيث تصير مجنده الي واخليها تسوي لي بروموت سيل جروث. زين اونكو بروتينز اند ذير فانكشن شنو وظيفتها؟ ان هي عباره عن نورمال تمثل الاونكو بروتينز. اونكو بروتينز هسه جاي نحكي احنا عن الاونكو بروتينز، بعدنا بروتينز مو الاونكوجين، ركز اونكو بروتين. يقول لك انه عباره عن ناتج طبيعي من البروتو اونكوجينز. هو البروتو اونكوجين شنو شغلته؟ يفرز لك اونكو بروتين اللي هو يسوي لك سيل جروث، بس ما تصير طفره بالبروتو اونكوجين يصير عندك اونكوجين. هذا شلون نقول، وقلت لك انا مثل الذكاء الاصطناعي بالمحاضره السابقه قلت لك يعرف كل سوالف وزواغيل مال الانسان، فيعرف ان الاونكو بروتين يكون له جروث فاكتور. فايش يسوي الاونكو بروتين؟ هو شلون جندي يسمع كلام بروتو اونكوجين، فمن يصير عندك طفره اسهم بواقي اسمه اونكوجين، فهو شنو اضحك عليه فيقول له سوي لي ميوتيشن اوف ان انكتيفينج انترنال ريجوليتي كومبلمنتس، يعني يضل يشتغل. consequently وبالتالي their activity in the cell doesn't depend on external signals. يعني مو شرط انها قلت لك نفسها يعني نفس الفكرة growth factor تجي من برا وتخليها تنقسم الى اخره، لا يشتغل هو من جوا internal. impact of oncoprotein هم oncoprotein on cell death شنو شغلته او تأثيرات السيئة؟ cells expressing oncoprotein are freed from the normal checkpoints and controls that limit growth leading to excessive proliferation. إذا تذكرون عندنا فد شيء حكينا عنه اللي هو اكو يعني G1 SGS مثلا G2 إلى آخره اللي هي cell cycle مو صح، وكان اكو بيناتهم شنو يكون مثل checkpoint مثل السيطرة، اتأكد خاف اكو صارت مشكلة حتى نسوي repair للDNA. هذنا شنو يعبرن السيطره يكسرنها دوسن بنزين وعبرن السيطره، شوف دوسن بنزين وعبرن السيطره، فهاي مشكله من يعني حتى لو اكو مشكله ما يكون بالسيطره، السيطره تصلحها تروح تكمل، فهي يصير عندك اكسسيف بروليفريشن يستمر البروليفريشن. نرجع الى التيومر سبريسر، قلت لك هي جينز ذات نورمالي بريفنت اند كنترول جروث يعني دوس بريك اوكي، بس وين تصير بهم طفره او لوست فروم اسل يعني نفقدها بنخليها بعد ما موجوده، فيصير ان كنترول جروث ليد تو كانسر، يظل يستمر يعني الجروث والبروليفريشن ويصير عندك كانسر. زين بالنسبه للدي ان اي ريبير جينز، ذيس ار جينز ذات انشور ايش ستراند اوف جينيتك كونفيرميشن از اكوريتلي كوبيان ديورينج سيل ديفيجن اوف ذا سيل سايكل. مثل ما قلت لك اذا صارت عندك اي مشكله بالسترانز مثلا دي ان اي ار ان اي فشنو هو يحاول يصلحها قبل لا يستمر الانقسام، يعني يصلحها بهو من اسمه. فميوتيشن ان دي ان اي ريبير يعني اذا صارت بطفره راح يصير عندك انكريز اوف يعني ما يشتغل بعد هو ما يصلح، فراح يصير عندك ميوتيشن واي، يعني هو اصلا شنو ما صارت المشكله من اجي اقول لك انا بس انت صار بها مشكله، من اقول لك صار بها مشكله يعني جاي اقول لك جاي يصير بها ميوتيشن، ف الدي ان اي يصلحها، بس اذا هو ما يشتغل فراح يصير عندك ميوتيشن، وبالتالي يصير عندك ميوتيشن ان اذر جينز تظل تنتقل بعد ويظل يكون لك يصير عندك يعني شوف تخيل هذا الدي ان اي هو الاساس يعني، فبحيث اذا ما صلح راح يصير عندك طفرات عده من احد الاسباب اصيب لك البروتو اونكوجين، فانت شوف ليش صارت عندك طفره بالبروتو اونكوجين بسبب هذا وتيومر سبريسر جينز كذلك اهميه. بالنسبه فد مفردات مولكيولار ديفكتس ويل بي انفورم يعني انت شلون صارت عندك هاي المشاكل مولكيولار، اما جين امبليفيكيشن بالضبط عندك كرتون وحاط بيه مثلا قلم ترست اقلامه هواي من نفس القلم فراح يصير هنا زياده بعدده، او عندك مثلا صوت وكاظ شلون هذا مكبر صوت فالصوت يظل شنو يكبر امبليفيكيشن، يعني نفس الشيء جين انكريز ان ذا اكسبريشن اوف اونكوجينز، الاونكوجينز راح يصير هواي. بوينت ميوتيشن عندك مثلا نيكلوتايد صارت بيه في الطفره وراثيه سنجل بيس، او مثلا هيك تخيل هسه هاي بيس هاي قاعده هاي قاعده هاي قاعده وحده من عندهم لهذا سميناها بوينت وحده من عندها صارت بيها طفره. زين اذا حذفنا يعني اذا انحذف يعني بعد ما موجود إن راح اذا راح هذا شو نسميه اذا راح نسميه ديليشن او ديليتيشن او ديليشن شوف شنو ميسنج بيس بير. زين جين ري ارينجمنت برودوس باي كروموسوم هاي يصير على مستوى الكروموسوم وعندي انا كروموسومات هاي، فاما ترانسلوكيشن بحيث يعني يصير تبادل بالمكانات مال جينات، او انفيرشن يعني فجزء من جزء من الكروموسوم شوي يغير شكله ويرجع يرتبط مره ثانيه بالكروموسوم نفسه. زين راح نحكي عن الجروث فاكتورز، احنا دائما حكينا بالجزء الاول عن الجروث فاكتور، بالجزء الثاني هم حكينا عن الجروث فاكتور شوي هسه راح ندخل تفصيليه اوكي. الجروث فاكتور انت هسه شنو خل الصوره نشبهها بالالك، هاي عندك خليه مثلا اوكي، هاي الخليه بيها ريسبتر اوكي،
وهذا عندك مثلا منو سنجي الى هسه هذا نعتبره هو الجروث. هسه الخط لا هو يجي كبير لا يجي صغير. growth factors اوكي growth factors هاي النقطه الورديه هذا يعتبر ريسبتر. فريسبتر مو يستلم الجروث فاكتور شنو نسميه growth factor growth factor receptors اوكي هذا الخليه اوكي هو يعدت اوكي عادي هاي السل. هسه فهمنا صار عندي انا هذا الجروث فاكتور هاي عندي ريسبتر للجروث فاكتور هاي راح نحكي هسه اول شيء شنو علي من على هذه الجروث فاكتور اللي هي اللون الوردي اوكي زين. شوف normal cells require stimulation by growth factor to proliferate. سويت لك يعني نقاط حلوة يعني شوف يعني هسه هاي الخلية إذا تريد تكبر وتنقسم وإلى آخره تحتاج growth factor يجير طبيعي عمل يسوي stimulation يحفزها يعني stimulation يعني تحفيز. Many cancer cells acquire the ability to synthesize the same growth factor to which they are responsive creating autocrine loop. باو شوف هسه هنا حكينا على النورمال سيل تحتاج جروث فاكتور يجي يرتبط بالريسبتر حتى تتحفز وتكبر. بالنسبه للكانسر سيلز خبيثه حرفيا هي من اسمها هي خبيثه يعني هو ما كذبوا من سموها خبيثه بحيث انه هي تصنع حرفيا يعني بجسمها تعرف الطبخه شلون بايق الطبخه تعرف تسوي طبخه داخل وهاي الطبخه تطلعها الى الخارج وهاي الطبخه ترجع مره ثانيه خل شوية أكون أشبه لك إياها بطريقة حلوة. هسه هذا هو عندك الصنعة داخلها تخيل الصنعة داخلها والطلعة يعني يتفرزه ومن تفرزه سويلة سكريشن يرجع مرة ثانية يدخل داخلها فتخيل شو 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 بحيث هي تحفز نفسها فش نسمي هاي العملية نسميها الأوتو كراين أوكي نسميها الأوتو كراين. شوفوا اجت حفزت نفسها هاي منو الكانسر سيلز فشوفها ايش قد خبيثه بحيث انت اذا تحاول تقطع عنها الجروث فاكتور فهي تصنع عن نفسها. انت تريد مثلا مساء شنو قلنا نقض الخليه ونقلل لها يابا وين هي مساء حكينا عن فد شيء ما ادري وين حكينا ما جاي اتذكر مساء حكينا فد ميزه هم هي تقعد تصلح بنفسها يعني انت ما تقدر تتعامل وياها تمام. ف ما ادري وين هي المهم تونا حكينا عن شيء بس ما جاي اتذكر وين صار سوري بس يعني اكيد المركز اكيد راح يتذكر بس نسيته سوري. فالمهم يعني هي ما تحتاج بحيث الجروث فاكتور ها على السيجنال الاشاره انها تقول لها يلا استمري بالتكوين تكون انترنال يعني هي من داخله تحفز نفسها يعني عشان واحد يحفز نفسه ما ينتظر احد يحفزه. المهم والنقطة الثانية growth factor بحيث هي تصنع نفسها growth factor. يقول لك in such tumors يعني بعض التيومرات اوكي the growth factor gene الجين يعني المسؤول عن تكوين growth factor انت كل شيء يتكون عندك جين إله is usually not altered or mutated يعني ما صاير بلا طفرة وراثية ولا متغير. هسه وين جاي نحكي احنا بالتيومر instead signal transduced by other oncoproteins cause over expression and increased secretion of growth thereby initiating amplified the autocrine loop. يعني بين قوسين طبعا هي في المعلومه يعني ما اكو حاجه يعني صغيره يقول لك بعض يعني اما هو يكونها يعني هسه شلون حكينا عنها يكونها او مرات هو جين مال هاي الخليه يعني هي صح صاير بها طفرات والى اخره بس اكو جين مسؤول عن جروث فاكتور ما صاير بيه شيء فهي في ظل يكون لك هاي الورديات اللي هنا جروث فاكتور. بنفس الوقت عندك اونكوبروتين هذا الاونكوبروتين مهم يفرز شلون يخليها تكبر غير يكون جروث فاكتور فهم يحفز. فانت تخيل كميه الجروث فاكتورز الهواي جاي تتكون فهاي عمليه الاوتوكراين تكون شلون نقول بروجرس يعني كلش قويه بحيث لهذا تشوف انت نمو سريع ما توقف يعني سريع. فهنا على الفكره جروث فاكتور ريسبتر. هسه خلصنا سوالف على الجروث فاكتور هسه نجي الريسبتر هذا بالاحمر اوكي. ميني اونكوجينز انكود جروث فاكتور ريسبترز يعني الاونكوجين مو قلت لك تسوي لك جروث فاكتور كذلك تسوي ريسبتر with receptor tyrosine kinase اللي هو مثلا receptor tyrosine kinase هذا مهم
واخذتوا هذا بالام ار ذا موست امبورتنت ان كانسر، هو يعتبر مهم بالكانسر. يعني كانسر يستفاد من عندي ليش؟ ريسبتور تيروسين كاينيز كان بي اكتيفيتد، يعني ممكن تفعل اني تيومر باي سيفرال ميكانيزم، عده طرق ممكن تسوي له بوينت ميوتيشن، يعني ممكن تسوي فد ميوتيشن تو نحكيناها بوينت، يعني فد نقطه معينه يعني تو جبت لك تقريب لها، يعني هسه هاي مثلا هاي صار بيها بوينت ميوتيشن فنفعله، ممكن عن طريق الجين ري ارنجمنت يعني اعاده ترتيب الجينات، او امبليفيكيشن هي قلت لك يعني شلون الصوت ويظل يتضخم. زين امثله راح ناخذ امثله هسه احنا التايروسين كاينيز شلون نقول اسم عام. امثله مثلا اي ار بي بي 1 هذا الجين شنو يسوي لك؟ الابيدير مال جروث فاكتور ريسبتور، يعني هذا احنا مو قلنا كل ريسبتور كل جروث فاكتور كل شيء يتكون لازم له جين، فهذا الريسبتور اي جي اف ار اللي هو مختصر ابيدير مال جروث فاكتور ريسبتور منو يكون اياه جين؟ اي ار بي بي 1 which can be activated by point mutation. شلون تنحجنا point mutation هنا انواع، بس هذا منو شلون؟ عن طريق point mutation. مثل يا مرض اللنج ادينو كارسينوما، اوكي هاي مثال عليه تحفظه، هذا مهم يجيك ام سي كيو لل اي ار بي بي 1 شلون؟ عن طريق اللنج ادينو كارسينوما. المهم this mutation result in activation of the EGFR tyrosine kinase، يعني من صارت عندك هاي الطفره بهذا الاي جي اف ار فيصير عندك اي جي اف ار تايروسين كاينيز اللي هو هذا حبيب الكانسر تايروسين كاينيز فيفعله. مثال ثاني ان عندك ال الاي ار بي بي بس 2 رقم 2 اللي هو هيرتو، هذا مهم بالبريست كارسينوما. وين ما تقرون كلمه بريست بروستات لانج خلوها بالكم مهمه. دكتوره صفا ودكتوره ايمان وكم دكتور اخر من ميكانيزم اوف ديزيز يحبون هذه خصوصا، يعني هو اصلا شائع هاي الامراض فدائما يحاولون يخلوكم عندكم معلومات عنها. تمام المهم leading to over expression of هير تو ريسبتور، يعني عندك هذا الجين اللي هو اي ار بي تي يخلي لك هوايه من هاي خليه، فهواي يصير عندك ريسبتورات، هاي تخيل الريسبتورات شو اسمها الهير تو، ف وبالتالي تفعل تايروسين كاينيز اكتيفيتي. اوكي هاي صورة توضيحية لها. جين ري ارنجمنت هنا وين تصير؟ مثلا راح ينطق فد مرض تصير بي جين ري ارنجمنت بقى، هو اكو بالطبيعي عندك مثلا شوف يقول لك such as ALK شنو يعني؟ يقول لك اسمعني for example a deletion on chromosome 5، عندك كروموسوم مثلا هسه هذا 5 كروموسوم 5 fuses part of the ALK gene with part of another gene called EML. تخيل فد عندك هنا فد شيء، يعني هاي طبعا صورة يعني بس مجرد توضيح الكلام، عندك هذا اسمه ALK هذا ALK جين، وهذا الثاني شنو اسمه EML4. من يصير عندك deletion بهذا، يعني اللي هي صار عندك فد طفرة وراثية بهذا الكروموسوم، هذا ان النقطتين راح يرتبطن سوا ال ALK ويا ال EMC AAM4، وممكن تشوفها وين اللنج أدينو كارسينوما. هم تونا ذكرنا اللنج أدينو كارسينوما، شوفها عندك صايرة هنا مشكلة بيه، كذلك هنا أنا بصايرة مشكلة بيه، فهي تجيك MCQR. زين احنا هاي قاعد نحكي عن هالسؤال اللي هي في جروث فاكتور وإلى آخره من هاي الأمور المزعجة ليش؟ يقول لك فور اكزامبل مثلا عندك بريست كانسر تونا حكينا عنه، راح يصير عندك امبليفيكيشن بيا جين اي ار بي بي 2. اوكي مو صح تونا قلنا هاي تونا قلنا لا تقلي ما قلنا هاي شوفها، ف راح يصير عندك اوفر اكسبريشن اوف ريسبتورات، يا ريسبتورات يهرتو فهذا يصير هواي هرتو، فانت شنو تجي؟ تجيب لك فد دواء مو هسه هاي خليه صار عنده هواي مثلا، هسه تخيل ناخذ وحده عندك هذا ريسبتور هرتو، فهذا كونه هو الجين مال كانسر على مود الجروث فاكتور يجي يرتبط به، صارت هواي عندك وجن ارتبطن بهذا الهرتو، فاحنا نجيب الدواء يستهدف يا ريسبتور اسمه ريسبتور هرتو ويوقفه يسده، حتى شنو بعد الكانسر من يجيب الجروث فاكتور ويربطن على مود يكبر ما يقدر. ويقول لك بعد خلي بالك هاي الهبيترز مو بس يوقفنا من انه يسوي جروث وبروليفريشن، لا يقضنا ويقول لنا يلا موت، يسوون لك ابوبتوسس نديوس ابوبتوسس شوف تيومر ريجريشن يبدا يقل، فهاي مهمه احنا نعرف شو اسمه الريسبتور تايروسين كاينيز وهاي السوالف. اوكي هذا السؤال اعتقد كلش مهم يعني حلو صراحه مرشح. زين راس ميوتيشن هذا امثله على هسه شلون نقول
البروتو أونكوجينز. هسه رح ناخذ كم مثال على بروتو أونكوجينز. بروتو أونكوجينز شنو؟ مو قلنا البروتو أونكوجينز مثل البنزين. فمثلا عندك قلنا اكو طفرات تصير أونكوجينز، امثله عليه مثلا راس ميوتيشن ار اي اس. طبعا من هسه نخلي كم نوع عندنا ار اي اس؟ عندنا اتش ار اي اس وكي ار اي اس وان ار اي اس. اوكي، تصير بيش نوع الميوتيشن بوينت ميوتيشن اوف راس فاميلي جينز كونسيدر ذا موست كومون تايب، هو اكثر نوع من مشهور بالهيومنز تقريبا 15 الى 20% تشوفه. 90% من هذا اذا صارت عند الانسان راس ميوتيشن لا سمح الله، ف 90% تكون يعني سبب لك بنكرياتك ادينو كارسينوما بالبنكرياس، وكذلك الكولانجيو كارسينوماز اباوت هاي 90% طبعا يكون عندنا هاي 90% على، و 50% تكون قولون اندوميتريال ان ثايرويد كانسر غده الثايرويد، وتبقى 30% ممكن يصير لنج ادينو كارسينوما اند مايلويد مايلويد لوكوم مايس ميس او مايس. فهاي مهمة، وهاي ثلاثة أنواع طبعا قلناها، يعني تخليها هاي طبعا هي عبارة لازم أحسن شيء تسويها كجداول، إذا إن شاء الله قدرت توصل عندي وقت خلصت المود ممكن هاي يعني أرجع عليها وأسوي لكم عليها في الجداول تحاول تختصر القصة. تمام، قلنا شلون يتفعل point mutation نفس التالي قلناها trapped in its active state و continuous proliferation state. المهم عندنا transcription factors، يعني فاكتر شنو فاكتر يعني يكون لك يعني شلون شغله البنزين، مو قلنا عندنا بروتون كجين البنزين، فهو هاي سو اكسبريشن يعني شلون تعبير يظهر ظهور يعني مثل عمليه الكودينج وهاي السوالف. المن للبرو جروث جينز اللي هي بروتون كجين وكذلك السايكلين، مثال عليها ام واي سي بروتون كجين. اوكي، نسولف شوي على الام واي سي. برايمري فانكشن اكتيفيت ذا ترانسكريبشن اوف اذر جينز، يعني عندك جينات اخرى فهو يسوي لها اكسبريشن، اكسبريشن يعني تعبير لها او الى اخره. امبليفيكيشن كذلك يفيدك بالامبليفيكيشن يعني تضاعف الجينات والسوالف. كذلك هنا بيا حاله النيوروبلاستوما، اكو مرض اسمه النيوروبلاستوما، كذلك بريست كانسر هو يشتغلها. يسوي كذلك ترانسلوكيشن مثلا ب 48 امبركس لمفوما اللي هو كروموسوم 48، شوف يسوي لها ترانسلوكيشن بعد، شوف يصير تبادل من الاماكن، يعني هسه مو هذا عندك كانسر في كروموسوم 8 يقص من عنده هذا الجزء ويوديه الى كروموسوم 14 هنا، يعني هاي الشكل الجديد مالته، وياخذ هذا الجزء من كروموسوم 14 يخليه بكروموسوم 8 يسموها هاي عمليه الترانسلوكيشن. اوكي، فهاي عن طريق منو يسوي هالسالفة؟ يسويها الام واي سي اونكوجينز. يا مرض هذا متون تسويناه نسميه بوركيتس لمفوما، هذا تحبه دكتورة ايمان محبوب، هنكتب عليه يعني محبوب، من اقولك محبوب يعني يحبون يسألون عليه الى اخر من الامور. زين هسه رح نجي ناخذ فد امثلة على التيومر سبريسر. اوكي، اخذنا هسه البنزين، هسه البريك من يخرب شنو يصير بيه؟ مرة ثانية شوية راح يعيد لك إياها، يقول لك where is oncogenes، يعني يقول لك عندما أن الأونكوجينز include proteins that promote cell growth، cell growth و products of هي حط نقطة هنا، البروتونكوجين شنو شغلته؟ promote cell growth. أما products of tumor suppressor genes يعني الأشياء اللي تنتج أو أمثلة على tumor suppressor genes ممكن تفيدك أن breaks to the cell proliferation، يعني break ما تخليها تستمر بالعملية، هاي حكينا من الساعة بالبداية. Disruption of such genes render cells refractory to growth inhibiting and mimic the growth promoting effects، يعني ما يصير عندك مشكلة بيها فالخلية بعد لا تسوي growth inhibition ويعني تظل تستمر عملية الزيادة. زين الريتينوبلاستوما مأخوذ من اسم ريتينو يعني الشبكية. اوكي، فهنا هسه المرض رح ناخذ بالشبكية، خل اجي هنا على الصوره. طبعا هالشبكيه اما يعني هذا المرض اللي يصيب الشبكيه اما طبعا رير ديزيز هو يعني نادر، اما يصيب الشخص ان اهله يعني ينقلوه لهيا او تكون لا سبورديك يعني شلون نقول باد لك، شلون مسقنا باد لك يعني حظه هيك صار بي. هسه ناخذ فاميلي، هسه هاي من عندك يعني اشاره يعني هذا الرجل بالاحياء او بالبايو. اوكي، وهاي زاد مثل المرأة. شوف هسه المرأة هاي طبعا خلايا جرثومية يعني نطفة والبيوض، هسه هذا الكروموسوم أصفر أصفر يعني ما بيشي حلو. شوف هسه هاي الأم ما عندها شي، ما عندها مشكلة، هذه خطية الأبو هاي عنده واحد نورمال، بس الثاني شبي الثاني بيصير ميوتيشن بس يا جين
المسؤول مال الريتينا، مال الريتينا اوكي، مال شبكي بالاحمر يعني صار بيجي. فهنا كون لك هو النطفه باو. النطفه نقلت للاسف، نقلت منه، نقلت هذا بي ميوتيشن صايره. اما الام هاي اثنينات الصاحيات ما بين شيء، فجاك الطبيعي. طبعا هاي السوماتك يعني بعدها الموجوده يعني نطفه بعدها ما تكونت، هسه هنا تكونت جيرم سيلز اوكي. فهسه الدمج السوماتك تكون لك ازاي؟ كود او الزيجه البيض، العفو البيضه المخصبه يصير الخصاب. فشوف هنا هسه هذا الابو جاب لك هذا الاحمر اللي هو صايب ميوتيشن مال الار بي ريتينوبلاستوما. اما هذا الاصفر لا، هذا الاصفر شبي طبيعي اوكي. هسه انت صارت عندك بيضه مخصبه تحتوي على واحد بيطفره والثاني صاحي، صار اكو ابناء. ما كل ساعه يعني مثلا ايش قد خلفوا ابن ابنيين ثلاثه الى اخره، هسه مثلا خمسه. للاسف يعني هاي البيضه شوف صارت عندك هذا الولد هاي او هاي، يعني الاشخاص هم ما حددوا يعني هاي الافراد العائله الجدد كلهم حاملين الى شنو؟ شوف اوف تشايلد، كلهم حاملين الى ال يعني هو الطفره الوراثيه. اجت لك فد مثلا هذا الشخص، هسه ناخذ هذا الشخص اسعف ذولا، خلينا نجي مثلا هذا اسمه مثلا سامي اوكي. هذا سامي خطي مثلا اجت يعني هم كون ابناء هنا مو لا، او هاي الخلايا الموجوده بالعين ريتينال سيلز، واي خلايا مو صح. فللاسف مثلا هذا سامي تعرض للميوتيشن في الطفره الوراثيه. الطفره الوراثيه اما تكون يعني ممكن من الاشعاع الى اخره، حظ السيء الى اخره. فجاء له في الميوتيشن مثلا اشعاع، وهذا الاشعاع للاسف اجى ضرب مثلا هاي الخليه. فمن ضرب هذه الخليه اثنين صار بها الطفره الوراثيه. من صارت عندك طفره وراثيه راح يصير عند هذا الانسان او هذا الطفل او هذا سامي عنده ريتينوبلاستوما اوكي، فصارت عنده السرطان. هاي بالنسبه على مستوى يعني عمليه التزاوج. زين السبورديك يعني هيك شيء لا على التعيين. هذا هاي البنيه الام ما بيها شيء، حالها طبيعيه. هذا الابو ما بيها شيء طبيعي، كون النطفه ما بيها شيء، هاي كونت البيضه ما بيها شيء، اندمجوا الزيجه صارت هاي الابناء اوكي. هاي نجي هسه مثلا خلايا العين، هاي شوف هنا انا اشوف الحظ السيء يلعب وين دور. يعني احنا يعني هذا المضحك المبكي، ان مثلا هذا اجت ميوتيشن مثلا تعرض لاشعاع وتحولت وحده من عنده ميوتيشن صارت بها هاي الخليه. صاحبنا حظه ما شاء الله قوي، هم جاء طب اشعاع ثاني والاشعاع ما اجى ضرب هاي مثلا او ضرب هاي او شوفوا كم خليه عنده مليون مليار، لا الاشعاع اجى على بخته ضرب لك نفس القديمة، نفس القديمة رجع ضربها الميوتيشن صار بيها. وشوف يا حظي صارت عنده حالة الريتينوبلاستوما. هسه وضحت الفكرة. بعد هسه هنا بس نحكيها على السريع. شوف function of RB protein is to regulate G1S1 checkpoint. ريتينوبلاستوما childhood tumor 60% من تكون سبوردك، يعني تخيل 60% تكون هاي الباد سيء، هاي آخر تو نحكينا الباد لك أوكي حظ سيء. أما الباقي اللي هي 40% يعني تكون منقولة عن طريق الأهل. inherited at autosomal dominant trait gene is all that is needed to normal function to autosomal it had inherited as autosomal يعني يكون dominant بحيث ان جين واحد ممكن يخرب العين to account for the sporadic and familial occurs explained by two hit hypothesis اللي هي هاي النظريتين two hits هاي تون قلناها السبوردك الهيت الاول اجى على هذا وعلى حظ السيء اجى نفس الهيت الثاني فصارت اثنين هيتات ضربتين مش مثل يقول ضربتين بعين توجع مدري شنو which means two mutations hits are required to produce retinoblastoma. شوف لازم عندك طفرتين تصير both the normal alleles يعني الاليلات اثنيناتهم لازم ينضربن must be inactive hence the two hits من صار عنده فصار عنده حالة الريتينوبلاستوما. هاي بالنسبة infamilial cases children inherited ياخذ من واحد من العائل من الأهل in germ line the other copy is normal in the sporting اثنيناتهن يكونن جايات عن طريق retino cells are acquired يعني يستلمها من إشعاع مادة كيميائية إلى آخره. المهم أنت فاهم ذنة، إذا فهمتها هاي تكون واضحة عندك. بالنسبة إلى كذلك هسه أخذنا هذا شنو هذا مثال على الريتينوبلاستوما جين اللي هو تيومر سبرسر البريك. هسه احنا جاي ناخذ وحدة وحدة. هسه هذا القبلة وين أخذنا؟ أخذنا ترانسكريبشن فاكتورز والراس ميوتيشن، وأخذنا الجين ريارجمنت اللي هو مال جروث فاكتور. أخذنا شنو كلين بروتو أونكوجين اللي هو يخلي الخلية تزداد يعني بانزين. نوبة جينا أخذنا البريك، من أخذنا المثال عليه ريتينوبلاستوما، وهسه راح ناخذ منه
الثاني تي ب 53 عفوا Guardian of the Genome. هذا هو نورمال بي 53، هذا معروف عليه يعني اخذناه هواي احنا. اذا تذكرون هاي الصوره اصلا موجوده بالجزء الاول اللي هو اول السيشن الاول مال ميكانيزم اوف ديزيز، حكينا عن هاي الصوره اذا كنت حاطها او ما حاطها ما اتذكر، بس هي موجوده يعني. هي عباره اذا صار عندك دي ان اي دامج يجي هذا البي 53، اذا ما صار عندك فد مشكله او ماكو يعني ما صار اريست وماكو ريبير ماكو يعني اي تصليح صار، فممكن يؤدي الى حصول المالجنانس. اما اذا هاي طبعا حاله ان صاير طفره وراثيه بالجين 53 زين، اذا هاي الخليه طبيعيه ما بيها شيء ماكو اي طفره فصار عندك دي ان اي دامج هو يقعد يصلح بيها، فاما يقول لها يلا استمري او مثلا يقول لها ضعفي الى اخره او يصلحها، واذا ما صلحت يسوي لها ابوبتوسيس. اذا هو اصلا ما موجود فهنا راح يصير عندك المالجنت تيومر. فشوف هو يعتبر الجارديان هو الحارس. With lose of the function DNA damage goes and repair mutation become fixed in dividing cells located on chromosome. وانت تلقى يا كروموسوم 17 more than 70% من الهيومن كانسرز هاف ديفكت ان ذا جين، يعني تخيل 70% من البشر تلقى عندهم كانسر صاير بسبب هذا الجين. واو ايش قد مهم. جين ان كوز انيكلر بروتين ويتش بايند تو اند مودوليت اكسبريشن ان تو اوف جين امبورتنت فور دي ان اي ريبير سيديفيجن اند سيل ديث باي ابتيسيس، يعني هاي فايده شنو هو سيلك دي ان اي ديبير والى اخره. بالنسبة شوي راح نحكي عن بعد آخر همين تيومر سبرسر. هسه صار لنا ثلاثة، هسه هذا أخذنا 53 روتينوبلاستوما، هسه نأخذ الثالث الـ APC. هذا يعتبر جيت كيبر أوف كولون كنيوبليزيا، هذا يفيدك حماية القولون. فاختصر أدينوميتوس بوليبسوس كولي is a tumor suppressor that function by down growth promoting signaling. هو مثال المن للتيومر سبرسر، يعني هو مثال للبريكات. فهو شي يسوي للبروموتك بروموت لو داون ريجليتينج upregulating، يعني يسوي لها زيادة يزيد الgrowth أو down يقللها. فهو شنو هو مثال على tumor suppressor فشنو يقللها. أوكي شنو تأثيرات أو مهمة؟ يقول لك مثلا German lose of function mutation إذا صار عندك mutation B وانتقل familial يعني إذا انتقل وصارت به مشكلة شنو نسميه FAP. أوكي familial adenomatous polyposis المهم هذا dominant dominant يعني بس ضربة واحدة كافية إنه يسوي لك مشكلة develop more than 100 colonic adenomatous polyps، يعني هذا من يصير عنده مشكلة فأنت الإنسان راح يولد بالقولون تيجي تشوف عندك البوليبس تقريبا شلون الخرز صاير. هسه راح أوريك صورته. فهاي الخرز صير بالقولون أوكي وين تلقاها بالتينز اللي هم المراهقين والجماعة التوينتيز. One or more of these polyps undergo then الخرز الموجودات واحدة منها تصير بين تغييرات malignant transformation يعني تغييرات سرطانية ويظهر عندك سرطان القولون cancer colon. اوكي هاشوفها شو مثل الخرز صاير حرفيا هاشوفها صاير بي القولون زين. Both copies of APC اللي هو هذا صاحبنا الجين must be lost for adenoma to rise، يعني هذا هو شو نقول جين يحمي بس للأسف لا شلون صار عندك القولون انت شلون صار معناه هذا عنده مشكلة مثل التي 53 اللي قلنا. فيقول لك الجينات اثنينات لازم تفقدهن يعني هو يعتبر ريسيسيف مثلا لان هو اثنينات تفقدهن فما موجودات ذن اثنينات بالخلية فأكيد بعد غاب القط العب يافار فراح يظهر عندك هذا المرض. Several addition mutation must occur for adenoma to progress ويقول لك هو صح صار عندك بس بعد هواي اكو لازم يصير عنده طفرات الى ان تظهر حالة الكانسر. إذا ما تسوي تدخل جراحي nearly 100% of patients develop colon adenocarcinoma. إذا يعني من صارت هاي المشكلة وأنت عفته وما سويت أي عملية جراحية 100% يعني شو نقول متأكد إن هذا راح يصير عنده colon adenocarcinoma راح يصير عنده colon cancer بالقولون. Average age العمر المتوسط هو 39 سنة. أما role of APC in non-hereditary colon cancer يقول لك يعني هسه مساحه مثلا هو هيردس يعني نقل من الاهل. اما اذا لا نون فيقول لك 70 الى 80 تكون سبوردك تكون سبوردك يعني شلون على الحظ السيء. also show required effect involving both ABC genes. ABC lose of function plays significant role in pathogenesis of colon. هاي جمله مهمه يقول لك اذا صار عندك ABC lose هذا اذا خسرته فيؤدي لك الى حصول colonic tumors تيومر يصير عندك بالقولون زين. خلصنا هسه الثاني هسه نجي على الثالث نرجع نركز ونشوفها وين راحت صاحبتنا
أربعة هنا كان إيش قد أربعة وين هنا تيهتين هاي أنا صايرة حرب هنا وينه خل شوية جيد جدا بركت إن شاء الله هالمعلومات هسه جايين نسولف واضحة هسه هذا كملنا وخذنا مثل عليه هذا كملنا وخذنا مثل عليه وصلنا إلى جماعة الدي إن إيه ريبير إحنا ذلنا يعني شلون اثنينات تقريبا نفس الشيء أو الفوقاهن بس والدي إن إيه أهم شيء هسه راح نجي نسولف عنه شوي والأمراض هذا راح يظهر عليه أمراض يعني راح نسولف على أمراض الأمراض شوي حلوة تكون مثلا عندك زيروديرما بيجمنتوزم الفكرة تدوم شنو الفكرة ما راح يعني أدخل تفاصيل أنت عندك جلد صح كل البشر عندها جلد هذا جلد اكو في مركبين سوا ما راح اذكرهم يعني لين ما مطلوبات مركبين مرتبطه سوا اوكي فذن المركبين المرتبطه سوا من انت تظهر الى شعاع الشمس اشعه الشمس مثلا فوق البنفسجيه ايش راح يجن راح يجن يكسرن هذا الترابط فالجماعه الدي ان اي ريبير هذن الدي ان اي ريبير شنو يعني كانه خربان بالدي ان اي فيجي هذا الدي ان اي ريبير يصلحها فمن يصلحها ترجع مثل ما كانت هذا الشخص عندك مثلا هذا الجين مال دي ان اي ريبير خربان ما موجود اصلا فاذا ما صلحها ايش راح يصير راح ينفصلن واذا انفصل طبعا من يصلحن تدري شلون يرجع العمليه مال التصليح ويرجع نسميها نيكلوتايد وين هي نيكلوتايد اكسيشن ريبير سيستم المهم اذا ما صارت فذن راح ينفصلن وراح يصير عندك مشكله بحيث يصير عندك شلون تصبغات بالجلد والى اخره نسميه الحاله زيرو تقريبا انت دائما مو دائما يعني حسب خبرتي ان اكس اي تجي مثلا بالكلمه بالبدايه تلفظ زد زيرو ديرما بيجمنتوسم اوكي فهذول الاشخاص انهيريتد يعني منقوله من الاباء ار انكريز ريسك اوف ديفلوبمنت كانسر اوف ذا سكن بالسكن يتعرض الى اليوفي لايت يعني الاشعه فوق البنفسجيه ليش لان يقول لك يسبب كروس لينجج اوف بايراميدين ريسيدجوز اللي هي نذن اللي بتبطن نهايات البايراميدين فيفلشن فمن يفلشن وعندك دي ان اي ريبليكيشن اصلا صاير بي شو نقول طفره وراثيه ما جاي يشتغل ف ما يصلح وبالتالي سبب مشكله وتظهر عندك حاله الزيرو تيرما بيجمنتيشن وهذا هو الجلد جاي يشوفه هذا هو الشخص اوكي هايبر بيجمنتيشن يعني كل شوي عنده صاير حاله وهايبر بيجمنت ماكيولاس اون اولد سان اكسبوزد اريا اي مكان معرض للشمس جاي يشوف عنده هاي صاير عنده اتاكسيا تيلانجكتاسيا اللي هو اي تي ام مختصرها اعتقد من يصير عنده بهذا الجين اكو جين معين شو اسمه هذا الجين اسمه اي تي ام اذا صارت بيه طفره تظهر عندك هذا الجين من يقول لك الاي تي ام اذا صارت بيه طفره شنو تظهر لك يا مرض يقول لك اتاكسيا تيلانجكتاسيا اتس امبورتنت ان ريكوجنايزنج اند ريسبوندينج تو اني دامج هذا مهم هو طبعا هاي امثله كلها الامراض امثله على الدي ان اي دامج فبنص عندك مشكله وصار عندك مشكله بهذا الجين ف تظهر عندك هذا المرض مثلا تاثيرات عليها الايونايزنج مثلا انا اشعه فوق البنفسجيه هنا اذا اشعاع ايونايز ايونايز فاميليال بريست كانسر اوكي جماعه الفاميليا ميوتيشن ان تو جينز بركه 1 اند بركه 2 هاي عندك جينات اثنين واحد اسمه بركه او بي ار سي اي هم راح تلاحظهم يقولون بركه للاسر يعني تتذكر بركه واحد وبركه اثنين من يصير عنده فد طفره وراثيه 25 كيسات تظهر لك عندك بريست كانسر يقول لك شويه ركز لي بالبركه 2 يزيد خطورة حصول البريست كانسر ان بوث مين اند في وومن يعني تخيل بريست سرطان الصدر اذا صارت بيه طفرة ممكن يصير بالرجال وبالنساء مو بس النساء يعني بريست كانسر وكذلك ممكن يصير عندك هاي ريسك اوف اوفري كانسر للبيوض وكذلك البروستات كانسر يعني عند الرجال هاي اتاكسيا تيلانجيسيا بحيث ان انا انسان ما او الطفل او الى اخره ما يركز على التوازن ويصير عنده مشاكل يعني الى اخره متعلقة بالدماغ ستيج كارسينوجينيسيس هسه شويه وصلنا الى السهل هسه احنا كارسينوجينيسيس اول شيء قلنا لازم تجي فد مشكله تصير بالجينات وهي الجينات هنا تكون كخطوه بدايه للانيشيشن انه بالبروموشن يبدي يستمر التاثير هذا كل سعيد يضرب على الجينات الى اخره الى ان تضاعف وتصير هواي وبالتالي بروجريشن بعد بروجريشن راح يبدي يتحول من سرطان حميد الى سرطان خبيث اوكي شوف الانيشيشن من يجيك سنجل اكسبوشر متعرض لماده كيميائيه فيزيائيه الاخري راح يصير عندك جينيتك ميوتيشن وابير ايرفيرسيبل يعني تكون ايرفيرسيبل يعني من هذا يظهر عليك ويسبب لك مشكله بعد ايرفيرسيبل ما يرجع طبيعي اوكي ات از هيريتابل وذين ذا سيل بوبوليشن بيكوز
يعني هنا هيريتبل، يعني مثلا عندك مشكله ينتقل الى الابناء. because the initiated cell converts the malignant alteration to its daughter cells، يعني تحول المشكله الخليه مصعده مشكله هاي اول ما رسمناها بالاصفر كلش قلنا تنقلها للابناء فاستنقلها. اوكي البروموشن يكون بطيء وجراجوال، يعني شوي شوي يصير وياخذ سنوات خلقه طويل. requires a more prolonged exposure، يعني هذا المادة الكيميائية جاي تعرض لها تاخذ فترة طويلة كل ساعة معرض لها الى ان تكون يظهر الكانسر. و partially irreversible، يعني من ساعة قلنا irreversible هنا partially، يعني هنا شوي باحتمال يرجع للأول خطوة الانيشيشن او لا يكون ما يرجع يبقى نفس ما هو. ممكن يتوقف هذا التطور مالته انتي كارسينوجينيك ايجنتس، يعني تضيف مو انت ادويه من عندك انت ضد السرطان فتوقف هاي الخطوه البروموشن. البروجريشن بعد هنا يبدي يتطور ويدي يتحول وتقدر تشوفه طبعا بعينك الظاهره وفينوتايبك تريت، يعني تبدي تشوفه فينوتايب يعني تشوفه بعينك ويبدي يتحول وديتكتبل تشوفه وكذلك ممكن تشوفه بعينك الى اخره ويكون irreversible to pronounced change in the genome، يعني هنا بعد صارت مشاكل قويه بالجينوم بعد هنا يبدي ينتقل وتظهر عليك. هنا بالنسبه للتقسيمات الفيزياء العفو الجغرافيه يقول لك طبعا هاي مهمه those gives ideas about the environment factor are the prominent causes of the most common spore the cancers. هنا الفكره هنا هذا مهم يحب دكتور جواد يحبون الدكاتره اذا تنتبهون عليه. فور اكزامبل ذا ديث ريت فور ستومك كارسينوما، يقول لك يعني الوفيات الناتجه من سرطان المعده في المين والومن رجال ونساء تكون 7 times higher in Japan عفوا جابان than in the United States، يعني الاشخاص اللي يموتون من ستومك كارسينوما باليابان اكثر بسبع مرات من الامريكان. زين اذا قال لك ليش ليش لعده اسباب، بسبب مثلا يقول لك اكو اكلهم يعني شوي يكون بدون والى اخره من السوالف والاملاح والى اخره. liver cell carcinoma is relatively infrequent in the United States but it's most lethal cancer among many African population. liver يعني ما تشوفه انت اكثر شيء بامريكا لكن تشوفه بجماعه افريقيا هواي. geographic variation، شوف هنا هاي مهمة تعرف ان اكثر نوع من الكانسر موجود بالنساء انه هو شوف 30% المن للبريست الصدر والرجال اكثر شيء بالبروستات اللي عنده. وراها يجينا اللنك، اللنك شوف ثاني واحد ما اخذ طبعا شوف ايش قد مهم يعني، وهذا راح تاخذونه بجهاز الريسبيراتوري سيستم بالاس 4 مهم ان اللنك كانسر. اقل واحد اشوفه مين مثلا بالليفر عند الرجال، اما عند النساء بالكدني. اوكي واضح عاشت جدا زين. هسه نجي ان الاشياء اللي ممكن تسبب لك كانسر شنو، راح نحكي عن الاشياء. احنا مو صح كل ساعه نقول من البدايه من السيشن الاول او الجزء الاول نقول كيميكال راديشن، راح نحكي شويه عنها. بالنسبه عندك كانسر موستلي افكتنج اولدر، مثلا الاشخاص الاكبر العمر ممكن هو يتاثر. الجيوغرافيك المكانات المكان الجغرافي مالته العفو جينيتك باك جراوند، يعني مثلا اذا الباك جراوند يعني يعني تاريخه بالجينات شنو، يعني هل هم معروف عنهم عندما يصير دائما بهم اثيروسكروسيس الى اخره من السوالف فتاثر. جيوغرافيك فاريشن هاي تونا حكيناها، مثلا سموكينج الكحول دايت اوبيزيتي الدايت يعني مثلا اكل بدهن عالي الاوبيزيتي السمنه كذلك ريبرودكتيف هيستوري التاريخ مال انجاب مال يعني مال اناث اكسبوجر تو كارسينوجين جينز يعني الاشياء اللي ممكن تسبب لك كانسر. Cancer risk rise in certain tissue with increased cellular proliferation caused by chronic inflammation or hormone stimulation creating a recurrence. يعني يقول لك إذا صار عندك chronic inflammation أو تأثيرات هرمونية معينة في أنسجة معينة تكون precancerous lesions، يعني هاي التغيرات تكون بالنسيج أو بالchronic inflammation فإنها تكون في محطة ما قبل التحول إلى الكانسر فلهذا تكون خطرة. فلاحظ أنت chronic inflammation معناها مهم وخطر. Radiation راح نحكي عن radiation. هنا أنا هذا مهمة تحبها دكتورة منو تحبها دكتورة إيمان. أكو حتى أصلا سؤال يمكن موجود أتذكر سئلت هل سئلت يعني اجتهادا أما هو موجود بالوركوف ما أدري، بس سئلت على منو أكثر الأشخاص معرضين راديشن مثلا فما قلت لك لأن بروتكتد ماينرز اللي هم بالمناجم يشتغلون أنا بروتكتد يعني لا لابسين خواذ لا لابسين أي شيء فراديشن يكون أيونيز المؤين بحيث 10 اضعاف انهم معرضين الى اللنج كانسر. الراديو ثيرابي الراديو ثيرابي تخيل انت متعالج الاشخاص بالراديو ثيرابي فالراديو ثيرابي تخيل اذا تستعمل الهيد اند نيك ممكن يصيب الثايرويد كارسينوما، يعني تخيل انت تعالج في مشكله بالراس كانسر معين فتسبب مشكله ثانيه
اوكي، فلهذا لازم طبعا خصوصا بالاطفال. اذا سالتكم يعني شوي يعني قلنا لي يعني العظام مال الاطفال شوي بعدها تكون سوفت مو مثل الادلت. ذي هيروشيما، هذا حادثة هيروشيما لاحظوا انها جاي تسبب لك هواي امراض، منها اللوكيميا عند انفوما، اللوكيميا تسم سرطان بالدم، عند ليتر ثايرويد ممكن تالي يعني هاي ايرلي بالبداية من يتعرض لها، وراء فترة يصير عنده بالثايرويد بالبريست باللانك كولون كانسر. جماعة تشيرنوبل هاي كانسر انسنت سيرندك ارياز راديانت انرجي ان ذا فورم اوف الترا فايلت ريز اند از كارسيجينيك. يعني في السوالف بس هاي عندك مهمة طبعا، تخلي بالك هاي مهمة، اول نقطتين مهمة، والنقطة الثالثة هم مهمة مال هيروشيما. Exposure to UV rays particularly is fair skinned individual is associated with increased incidence of squamous cell carcinoma. يعني يقول لك الاشخاص المعرضين لليوفي هاي تو مسحت هنا ممكن تصير عنده سرطان مثل سكويموس سيل كارسينوما، هذا الاسم هواي عندنا فلازم انت تعرفه وتخلي بالك. البيزال كارسينوما، ميلانوما اوف ذا سكين يعني تصبغات تصير بطبق ميلانين مال السكين. اما هسه حكينا على راديشن، اما بالنسبه للكيميكال كان بي ديفيد انتو دايركت اند اندايركت اكتين كارسينوجينز. شنو الفرق يعني مواد كيميائي؟ المواد الكيميائي الدايركت يعني انت موجود عندك يعني راسه يعني يدخل الجسم يسبب لك مشكله كانسر، اندايركت لا يدخل الجسم انه لازم يحول كم ماده مثلا موجوده بالكبد، مثلا اكو شيء اسمه سايتوكروم بي 450 هذا بيصير مشكله بي الله يصير عندك كانسر. شوف طريقه طويل اندايركت، اندايركت راسه يسبب، وطبعا هو اقول اندايركت. اندايركت شوف هذا الاندايركت ذات ريكواير ميتابوليك، شوف طريقه طويل يحتاج كونفرشن حتى يسبب لك يصير مواد مسرطنه، ويعتبر ان هي التيميت كارسينوجين يعني خطره. مثلا عندك بولي سايكليك هيدروكربونز ار جريتد وذ بيرنينج اوف فوسيلز فيولز بلانتس انيمال ماتيريال، هاي يعني مثل امثله عليها. كذلك مثلا البنزوبايرين ار اند انذر كارسينوجين من تتكون تجيك من التبغ، هاي يعرض لها الانسان. سيرتي ميتابوليك مثلا يصير عندك ديتوكسيفيكيشن يصير بالكبد هم يعني مثلا برو كارسينوجين ومشتقاته، اهم واحد منهم هو السيتوكروم بي 450 هذا مهم. شوف هذا التبغ شلون هنا يكون لك امراض. بعد شنو ممكن اشياء مواد كيميائيه؟ اروماتيك اميز مثلا بيتا نافثيلامين بحيث 50% من انتشار البلادر كانسر هو بسبب تخيل من الاروماتيك الامينات الاروماتيه. منو معرضة الجماعة الانيلين داي، وكذلك الربر اندستريز بصناعات الربر مساحات. بعد شنو مواد كيميائية؟ نيتروسامينز كونفرشن اوف دايتري نيتريت، والنيتريت يحول لك من تاكل في اشياء بها نيتريت تحولها نيتروسامين نيتروز امينز، ومن تتحول الى نيتروز امينز عن طريق البكتيريا النافعة الموجودة بجسمك فيصير عندك جي اي تي كانسر، كانسر بالسرطان. هاي شنو كنا عندنا اندايركت، اما الدايركت قلت لك هو رأسه تاني يتحول يعني لا يحتاج ميتابوليك، يعني شوف هذا كن هذا الشيء يحول الى هذا الشيء وهذا يحول شيء الى ان يصير كانسر دايركت رأسه تاني. ذي تايبكلي ويك ضعيفات يعتبر بس مهمات لان هن يسبب لك كانسر. ممكن سم اوف ذيم ار كانسر كيموثيرابي، يعني يجيك عن طريق الكيموثيرابي، تخيل انت تعالج بكيموثيرابي ويسبب لك. يوزد ان تريتمنت ذات مي كيور سيرتن تايبس اوف كانسر، مثلا هوجكن لينفوما انت تستعمل كيموثيرابي على متعالج هوجكن لينفوما نفس ما قلت لك ممكن يؤدي الى حصول فد سكند كانسر. يوجد للوكيميا انت تعالج الهوجكن وهنا بيصير عندك سرطان ثاني لوكيميا سرطان الدم. ذا ريسك فور اندوست كانسر از لو بات ات اكزيست، يعني نسبه مال يعني هذا نسبتها قليله لكن يعني ظاهرة. يعني شلون يقول لك يعني مو تقول لي اوكي يلا انا اعالجك بالكيموثيرابي وما تقول للطبيب ترى ممكن تقول للمريض ممكن يصير عندك كيموثيرابي او العفو يصير عندك لوكيميا او سرطان الدم لان نسبته قليله. هسه جاي تقول لك دكتور ايمان تقول لك انتبه هو صحيح قليل لكن موجود، موجود لما موجود موجود فخطر لازم انت تستعمله جدس اللي هو شلون نقول بحكمه. Jadesius, the situation is more tragic when the initial use of such agent has been non-neoplastic rheumatoid arthritis. يعني ممكن أسباب rheumatoid arthritis هنا التهاب المفاصل. هسه خلصنا، هسه راح نجي إلى ال حكينا أشياء يعني هسه إحنا جايين نحكي على carcinogenesis، حكينا على radiation. ومثلا قلنا الماينرز اللي يشتغلون بالمناجم، هنا بحكينا على الكيميكال قلنا دايركت واندايركت، الاندايركت اخطر وحكينا عنها امثله، والدايركت قلت لك يعني
نسبتها قليلة بس هي موجودة في لازم تقل المريض. هسه نجي إلى الميكروبيال، يعني شو نقول البكتيريا والسواء وجماعتها. مثلا أونكوجين، أونكوجين شنو هسه بعد عرفنا الأونكوجين هو يعني بانزين RNA فيروس، مثلا Human T Cell Leukemia Virus Type 1 باختصرة HTLV، فيسبب لك حالة من اللوكيميا. أوكي Tumor Endemic in Certain Parts of Japan، تلقى وين؟ باليابان، كاريبيان، جزر كاريبي، جنوب أمريكي، أمريكي جنوب أمريكا، أفريقيا، سبورتيكي أسوير، وممكن يقول لك تلقاها بصورة غير يعني عشوائية أي مكان منها أمريكا. فالمهم أنت بس تحفظ يعني من أمثلة على الفيروس تقول له Human TCL Leukemia Virus Type 1. بعد شنو مثلا عندك Human Papilloma Virus، فيروس ثاني اسمه Human، هذا راح نقسم لك إياه شيء أحلى. General Information، هذا Human Papilloma Virus اختصر HPV، يحتوي كم نوع؟ على 70 نوع جيني. شنو تأثيراته؟ تايب واحد، لما قلنا بي 70 يقول لك تايب واحد واثنين واربعة والسبعة are known to cause benign squamous papilloma، ممكن يسبب لك سرطان حميد اللي هو يسموه squamous papilloma أو الوارتس. الوارتس هنا شو مثل الفقاعات أو إيش الفقاعة أو شوية مشققة بالجلد تصير بالبشر. زين تأثيرات high risk HPV types، منو أكثر شيء خطرات؟ اللي هو 16 و18 سكويمس سيل كارسينوما. شوف من قلنا كارسينوما يعني هذا بعد مليجنت يعني خبيف، مثل سيرفكس، اللي سيرفكس يعني جينكس عادية عنق الرحم، انو جينيتيال ريجين اللي هو جينيتيال اللي هو مال المنطقة التناسلية، حيدان نيك، ترانسميشن كانسر اسوشيتد وذ انو جينيتيال، انا اعتقد يعني اتذكر عليها منطقة تناسلية بس تكتب من عليها. ترانسميشن شلون ينتقل هذا الفيروس؟ كانسر اسوشيتد وذ هارست ار سيكشوالي ترانسميتد. شوف لهذا ان كثير انتصارات بالمنطقة الكانسر فيقول لك تنتقل عن طريق السكس المباشر الجنسية ستيمينج فروم ذا ترانسميشن اوف اتش بي فيروس. هذا مهم، هذا هذا صراحة كلش محبوب من الدكاترة، وخصوصا الدكتورة صفا والدكتورة إيمان يحبوه. أنا ليش دائما كنت أسألكم دكتور فلان دكتور فلان يحبه؟ لأن يعني يحبون يجيبون من أسئلة، فأنتوا إذا مثلا عندكم مثلا محاضرة باكر راح يجي يشرح فلان دكتور فأنت تعرف شنو يحب. فهذا مهم يعني يحبه، كان دائما تسأل عنه دكتورة إيمان حتى دكتورة صفا. يقول لك هذا الابستين ابشتين اكيد والله ابشتين حد من قبل ما تعيد حفظت ابشتين بار فيروس جنرال انفورميشن، المفروض هاي تنزل يجي معلومة. يقول لك إبشتين بار فيروس اختصار EBV is implicated in pathogenesis of، يسبب لك عدة تيومرات من الأمثلة عليها African form of Burkitt lymphoma، هاي مستعى سولفنا عليها اللي هنا translocation، beta cell lymphomas in immunosuppressed individual. immunosuppressed individual يعني أشخاص تحت العلاج يضعف المناعة، مثل ما يأخذون كورتيزول يأخذون كيموثيرابي إلى آخره فتكون مناعتهم ضعيفة، ويجيهم هذا الفيروس إبشتين فيروس ممكن يسببهم beta cell lymphoma. شوف مثل أشخاص عندهم HIV infection اللي هو تونا ذكرنا، مو HIV اللي هو لا ما أخذنا اللي هو HIV أعتقد هذا الأيدز وراحت، أو ثيرابي immunosuppressive يعني قلت لك مثل كيموثيرابي radiation ثيرابي لا ممكن هوجين لينفوما نوزوفارنجيال، يعني نوزوفارنجيال هي كلمة مدموجة ما بين نوزو الأنف وفارنجيال البلعوم، and some gastric carcinomas ممكن هم كذلك حالات تصير بالأنف بالعوم مريء قصدي وغاستريك اللي هو المعدة. rare form of T cell lymphoma and natural killers lymphoma. اوكي يعني يقول لك rare forms يعني نادرا ما يكون لك هو T cell lymphoma بس هو شو يكون لك beta cell lymphoma، فركز انت مبتدي هذا بي هذا تي وين يكون لك البيتا بجماعة الاميون سوبرماست. زين آخر يمكن هاي الأمراض البقية Hepatitis B and C virus general information تقريبا 70 إلى 85 hepatocellular carcinomas were caused by infection، يعني تخيل لك أشياء الكانسرات اللي صارت بالكبد هي بسبب 70 إلى 80% من سبب هاي الفيروسات. geographic concentration يعني تركيز الجغرافي وين نلاحظها نشوفها نلقاها prevalent in far east العفو الغرب غرب في يعني البلدان الغربية وأفريقيا. كانسر ميكانيزم شلون صاير؟ يعني انت صار عندك كرونيك انفلاميشن ويستمر وما يروح، فيجيك شوية فيرال هيباتايتس يعني يصير عندك هيباتايتس ويسوي لك مال ادابتيف ريسبونس. مال ادابتيف يعني مال يعني صورة سيئة، ادابتيف تعود سيء للإميون ريسبونس فيكون ضعيف، فممكن يصير عندك كانسر. تيومروجينيسيس يعني ذيس دو كيمستري بروليفريشن اوف هيباتايتس وصير عندك الهيباتايتس.
This regenerative process is controlled by plethora of growth factors, cytokines, chemokines, and other bioactive. يعني مهم تعرف أنت الكرونيك inflammation هو إذا صار بي مشكلة وصير عنده مال adaptive immune ممكن يسبب لك hepatitis B أو C virus. Incubation associated هاي مهمة الحفاظ الدرخ مهمة جدا. يعني كل وظيفة شنو معرض إنه يسبب مثلا معرضين للأسبستوسس ممكن يصير عندهم لان كانسر هاي حتى بالرسبيراتوري سيستم راح يسلوه كمان الرادون هم لانك البنزين يصير عندك بالاي ام ال هذا من الساحة جينا عنه الى اخره هنا حالات predisposing condition يعني عندك مرض وشنو ممكن يتطور الى هذا المرض مثلا ulcerative colitis فالمرض يصير بالامعاء ممكن يؤدي الى colorectal carcinoma liver cirrhosis تشمال الكبد ممكن يصير عندك liver cancer adenoma of large intestines large intestines ممكن يصير عندك adenocarcinoma hashimoto's thyroiditis hashimoto's مو تقول هاشمية hashimoto's thyroiditis هاي مرة قلت هاشمية دكتور فصير papillary thyroid carcinoma اوكي هاي غدة الثايرويد يعني ايتس يعني التهاب فالالتهاب ممكن يؤدي الى الكارسينوما بالثايرويد هاي انا شنو ما اقوله اكوايرد بري مثلا سكويموس ميتابليزيا اند ديسبليزيا اوف برونكيال ميوكوسا عندك هنا هذا مثلا برونكاس اللي هو قصبة الهوائية اذا بيها مثلا ميتابليزيا ديسبليزيا هاي اخذناها بال سيشن مال ادابتيشن ممكن يصير لنج كانسر المشاكل الموجوده عندك مثلا اندوميتريال ممكن تؤدي الى اندوميتريال كارسينوما يعني اذا مثلا اورال بالفم الى اخره فولفا بينس ممكن يصير سكويموس كارسينوما فيروس هذين كلهم حفظ طبعا اوكي هاي مره ثانيه معيود الجدول نفسه ممكن بعد أسباب أخرى تؤدي إلى كانسر هسه قلنا شنو عندنا الأسباب ذكرناها قلنا radiation والسبب الثاني قلنا عندنا chemicals وسولفنا على أشياء ممكن مرض يتحول وبعد شنو سولفنا عن أشياء أخرى أمراض هاي تتحول الفيروسات البكتيريا إلى آخره هسه نجي عن هرمونات مثلا عندك الاستروجين الاستروجين هو عبارة عن مجموعة من الهرمونات الجنسية الموجودة عند الأنثى طبعا نسمين human carcinogenes شنو علاقتها بالكانسر هاي الاستروجين احنا نعرفه يقول لك they have been associated with increased risk of certain cancer يعني وجوده ممكن يسبب لك عندك كانسرات menopause hormone therapy therapy menopause مال طمث woman undergoing combined menopause hormone therapy يعني من نعطيهم استروجين زائد بروجسترون ومصنعات كان ممكن يسبب increase risk of breast cancer ممكن يساعدهم breast cancer على كذلك ممكن الاستروجين يسبب مشاكل بالرحم وهي سوالف therapy with estrogen alone ممكن يقلك إذا استعملت الثيرابي ويا استروجين ممكن يؤدي إلى حصول الكانسر بالإندوميتريال يقول it is used only in women who have a hysterectomy do this risk يعني يقلك ممكن يستعمل فقط في الأشخاص اللي hysterectomy يعني شال الهيستروكتومي اللي يعتقد شايل الرحم اوكي افلاتوكسينز اللي شنو الافلاتوكسينز هي عبارة عن كيميكال كارسينجينس مكونات كيميائية ممكن تصير عند يقلك يقولون انها ممكن تسوي لك طفرة وراثية ممكن عن طريق الموت بعض الديدان تسببها كولد اسبرجيلس اوكي اسبرجيلس سبيشيس اسبرجيلس جروس ستورد جرينز اند ناس يعني المواد هاي غذائية الناس والفستق والسوالف ممكن cancer there is a strong correlation between the dietary level of aflatoxin food contamination and the incidence of hepatocellular carcinoma particularly in parts of Africa وافا يعني يقول لك اكو علاقة قوية بين المواد الغذائية اللي هو مال الافلاتوكسينز وكذلك يزداد في جماعة افريقيا وجماعة الغرب الباراسايتس الديدان يعني شيستوما هيماتوبيوم جنرال شنو هاي يقول لك باراسايت فلات ورم نوع حفلكس عدا مخلب that lives in certain types of fresh water snails found in Africa و Middle East يعني الشرق الأوسط infection شنو علاقتها يقول لك ممكن يسبب لك بلدر كانسر هاي انت ممكن تسوي لك جدول وتختصر بها هاي السوالف هاي بالأخير people become infected when infectious free worm borrow into skin يعني يقول لك من تنتقل تدخل إلى السكين جلد و يعني انت تروح إلى مكان ملوث وهاي هي موجودة بيه فتجي للجلد مالتك وسبب لك مثل بلادر كانسر سرطان مثلا
hereditary factors in cancer ممكن يعني ينتقل. هنا راح يحكي شوي على يرجع للام جي دي هاي ختامي. hereditary factor also play a role in development يعني تنتقل من الاباء الى الابناء. these can into three categories based on this pattern. احنا شنو عندنا؟ عندنا dominant autosomal dominant، عندنا recessive و familial cancer in certain inheritance. dominant قلنا شنو؟ يقول لك بس single mutation بالجين، أي جين واحد بس إنه مو اثنين، بس واحد مثلا يصير بطفرة يؤدي إلى حصول خطورة عالية إنه يصير تيومار. example مثلا 400 من الأشخاص retiblastoma are familial and are prime example of this category. هي أشهر شيء ممكن retiblastoma مثال عليها. إذا تلاحظوا من الساعة إحنا ذكرنا قلنا 60% وحكينا على 60% تكون قلنا bad luck يعني يصير سبوردياك. هنا 40% إنها تكون تنتقل عن طريق الأهل يعني. الريسيسيف يكون الرير طبعا نادرة هاي الحالات ولازم يصير عندك كروموسوم أو دي ان اي ستيبلتي يعني دي ان اي يكون غير ثابت. مثلا عندك هم سأسين قلنا عليها راح يعيدها مرة ثانية زيرو تيم بيجمنتيشن ان ويتش دي ان اي ريبير از ديفكتيف از ا كي اكزامبل. طولنا عليكم. واخر شيء فاميليال كانسر ان سيرتن انهيرتنس جنرال انفورميشن فيرتشلي اول ذا كومون تايبس اوف كانسر ذات اكر سبورديكلي يعني اي يقول لك اي نوع common types يعني شائع من الكانسرات انت شفته صار بشي باد لك حظي يعني بسرعة عشوائية انه بسببها يكون familial where the bottom of it is unclear. هذا سمينا يعني من ما نعرف هو هل هو هل هو dominant slow recessive احنا نذبب هذا التصنيف الثالث. مثال عليه كارسينوما ان ذا قولون هاي مش عقلان مثلا سرطان بالقولون الصدر البيوض الدماغ. شيء يتميز تحصل بالearly age يعني بعده هو صغير ويصير عنده وتيومر رايزنج ان تو اور مور كلوز ريليتد يعني يصير التيومر تظهر تشوف تيومرين وقريبات من بعضهن بعض ومعظم الاحيان يكون اكثر من تيومر ويكون مالتيبل يعني متعدده او يكون بايلاترال تيومر يعني مثلا هاي ايد اليمنى هاي هنا تلقى هنا وهنا يسمون بايلاترال تيومرز. ثانك يو ان شاء الله المحاضره كانت حلوه ولو هي طويله جدا حكينا بها بالنهايه سريع لان هاي الاشياء بالنهايه يعني مجرد هي تحفظ ان هذا الجين صار بمشكله يؤدي لك هذا المرض هذا الجين يسوي لك هذا المرض. اهم شيء احنا نفهم الفكره الاساسيه اهم شيء احنا نعرف بدايه الميتاستيسيس شنو الانفيشن شنو نفهم شلون صارت الميتاستيسيس بالدقه نعرف الجينات شلون جسر بها مشكله اهم شيء نعرف الجينز هذا البروتو اونكوجين شلون صارت وشنو سبب لك وهو يعتبر مثل البنزين وتعرف ان البريك منه اللي هو تيومر سبرسر وامثله عليه. اخذنا دي ان اي ريبير وهم اخذنا امثله عليه الامثله عليه نقصد بها الامراض. حاول مثلا تسوي لك جدول تختصر به المعلومات بجدول صغير حلو. ان شاء الله تكون محاضره واضحه حلوه وبسيطه. نلتقيكم ان شاء الله بعد اخر جزء من النيوبليجيا ونختم موديول الميكانيزم اوف ديزيز. بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه طلاب يا ابطال.